ستضاعف شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات ومقرها شتوتغارت متعة القيادة التي يوفرها طراز 911 كاريرا الجديد عبر تقديم نسخة كابريولي منه إلى جانب الكوبي. وستتوفر أولى سيارات كاريرا أو كاريرا S المكشوفتين في الأسواق بدءا من شهر مارس 2012. يتضمن طراز الكابريولي سقفا قماشيا فريدا وجديدا بالكامل يحافظ على الملامح المعهودة لسقف 911 بتفاصيله كافة. وقد توصل المهندسون إلى وزن أقل وأداء رياضي أفضل واستهلاك أقل للوقود وراحة أكبر. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.ev.